أعربت عائلة الجرينيس عن شجبها واستنكارها لكل ما تقوم به دولة قطر المارقة من افتراءات وادعاءات كاذبة تهدف إلى زعزعة الأمن في مملكة البحرين، والتي تسعى إلى شق الصف الواحد بين شعب البحرين الأصيل. وأكدت العائلة ولاءها المطلق لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ووقوفها صفا واحدا منيعا للدفاع عن الوطن.